أحب أن ألفت النظر إلى مسألة يكثر فيها الحديث هذه الأيام، وهي ما يعرف بانتشار بعض الأوبئة أو الأمراض، ومنها فيروس كورونا الذي انشغل العالم اليوم به كله. ما هو المنهج الشرعي والتأصيل الشرعي للنظر في الإسلام لهذه الأوبئة وهذه الأمراض؟ قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يصيب الله عز وجل عباده ويبتليهم بأنواع من الأمراض، والواقع أن هذا لا ينافي الإيمان بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا التوكل عليه، ولا صدق اليقين بما من الله به علينا من أن لله عز وجل الحكمة البالغة والقدرة النافذة، فلا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره، والمسلم دائما يؤمن بقضاء الله وقدره. الناس أمام هذه الأوبئة والأمراض طرفان ووسط: منهم من يتكل ولا يأخذ بالأسباب، ومنهم من يعتمد على الأسباب ويغفل الاتكال على الله عز وجل، ومنهم أهل الوسط فيتوكلون على الله ويأخذون بالأسباب. وهذا هو المنهج الذي سلكته هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إذا سمعتم الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا أصبتم أو أصيب الناس في بلد فلا تخرجوا منها، كل ذلك منعا للعدوى. والنظر للعدوى أيضا، النظر للعدوى يكون نظرا وسطيا، ففي الحديث: لا عدوى ولا طيعة، ليس نفيها بالكلية، وإنما الصحيح أنه لا عدوى متنقلة أو منتقلة من شخص إلى شخص إلا بإذن الله، رد على ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم ينسبون العدوى للناس، ينسبون العدوى للناس أو للمرضى، فهذا لا يمكن، هذا كله بأمر الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني اتخذ الأسباب. ولهذا نحن في الحرمين الشريفين وفي المساجد والمملكة وجميع الدول بل والعالم كله مستنفر اليوم للنظر في مواجهة هذا الفيروس. هذا يدل على ضعف البشر وأنهم لا غنى لهم عن الله طرفة عين، العقيدة والإيمان، وإذا مرضت فهو يشفين. والله لو اجتمع العالم على أن يكافحوا هذا الفيروس لم يكافحوه إلا بأمر الله وقضائه وقدره. فليلتجئ العباد إلى الله وليتكلوا عليه، ولا يصاب الناس بالهلع والذعر والجزع والخوف. في ناس يخاف يسلم عليه، ولا يخاف يجي للمساجد، ولا يخاف من كل شخص، وتلقاه دائما متحرز. لا يا أخي، كله بأمر الله وهذا بقضاء الله وقدره. نعم، عقم نفسك، اغسل يديك، احرص على أن لا تنتقل عليك العدوى برذاذ. ونحن أيضا في هذا المسجد المبارك وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعقم الأرضيات وتعقم السجد السجاد والفرش 10 مرات يوميا قبل كل صلاة وبعد كل صلاة من اتخاذ الأسباب. هذه الأعمال الاحترازية هي من السنة، هي من السنة، والحرص على أن يأخذ الإنسان بها ولا ينافي الاتكال على الله. ولهذا لما ظن بعض الناس أن الجرب يعدع في الإبل قال: من الذي أعدى الأول؟ إذن الأمر بيد الله سبحانه، فليلتجئ العباد إلى الله
وليحتاطوا بأخذ الأسباب ويتوكلون على الله. والحمد لله أن الأسباب المتخذة كلها موفقة وكلها مسددة. ولا يقول النقائل لماذا تمنع العمرة أو لماذا يمنع المجيء إلى الحرم هذه الفترة، كل ذلك تحقيقا للمصالح الشرعية، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا لا ضرر ولا ضرار، لربما إذا تساهلنا في الأمر أن تحدث كارثة لا قدر الله فنأخذ بالأسباب، وما هي إلا برهة، وتنجلي هذه الغمة عن هذه الأمة بفضل صاحب الفضل والمنة سبحانه وتعالى. فلنأخذ بالأسباب ولنتكل عليه سبحانه، ولنحرص على أخذ الإجراءات الاحترازية، وما اتخذ من إجراءات احترازية واحتياطية واستباقية كلها من باب الأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، وهي مواقف احترازية شرعية دلت عليها الشريعة والقرآن والسنة والقواعد والنظر والأثر والعقل السليم. فلا يتجاوز أحد هذه القضايا الشرعية إلى حذلقة أو هشتقة أو هرطقة أو شائعات مغرضة أو افتراءات كاذبة. ونسأل الله أن يلطف بالمسلمين وأن يصلح أعمالهم وأجسادهم وقلوبهم، وأن يمنحنا وإياكم وإياهم العفو والعافية، وأن يدفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يعيذنا من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.